أهلا وسهلا بكم أحبتي متابعي الخبر أونلاين في البرنامج الأسبوعي لسعة، وهذه الحلقة برعاية سفريات البيان. اليوم راح نلسع بعض أفراد المجتمع اللي يتقبلون زواج الأرمل وما يتقبلون يرفضون زواج الأرملة، في حين أن الشرع الإسلامي أعطى فرصة الزواج للطرفين على حد سواء. خلونا نشوف بعض الآراء ونترقب آراءكم. خجل المرأة تتزوج واحد ثاني من المرأة الأرملة وخسرت حريتي. كل واحد مزاجه وكل واحد وظروفه، حتى يبغون المرأة تقبض من الشؤون، ما تبغى تاخذ زوج، الزوج يقسي عليها. الموضوع كلمة واحدة مختصرة، لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والله ما عندي أدنى فكرة عن الموضوع، ليش يتقبل هذا؟ يعتمد كل واحد مزاجه وكل واحد وظروفه. حتى ايش أرملة ما بيتزوجونها، يمكن يصير عزوف عن الأرملة إذا كان عندها أطفال. ايوه تحفظ يعني هي؟ لا مو هي بس تحفظ، حتى الاقبال عليها، لان الشخص اللي بيجي ياخذ مسؤوليه وهو يقول لك هم اولادي وليش اخذ مسؤوليتهم وغيره، فيبتعد عن الموضوع مره واحده. المفروض يعني ما عليها ظروف خاصه بها تتزوج، هي مثلات ما الرجال تزوج هي تتزوج بعد، تقعد وش تسوي في البيت؟ لان يرفضون، يبغون المراه تقبض من الشؤون وتقبض البيزات كامل، ما يبغونها تتزوج من اهلها، ما يبغونها تتزوج عن لا يتعبون على صرفها. هذا يقول الاسباب، ايه يقول لك يبغونها تاخذ من كل مكان فلوس، لانها لان تزوجت بتاخذ من وين، خلاص ما بيعطونها من اي حد، من اي جهه. الحين الزواج مو نفس الاول، يعني على قولتهم اول شيء بتحصل لها على ما قلت ما راتب من الشؤون، وهذه إذا هي زوجت تقول لي خلاص أنا خسرت المال الشؤون وخسرت حريتي، وهي تقدر تروحين أنت. أما الرجال لا، يقول لك أنا أبي أتزوج على روحي، يعني مثلا يقول لك أبي، خصوصا إذا عنده جهال وأولاد يعني شو اسمه، بيزوج ما حد له في النهاية، يعني يقول لك أنا أحسن أتزوج يعني. بس هذا الخطأ أو يعني هذا الرفض خطأ المجتمع أو خطأ الأرمل؟ والله تقدر تقول يعني نص من المجتمع، نص من من الأرملة، يعني احنا الاكثر شيء كلهم منهم اللي يتطلقون ما يتزوجون، يقول لك يعني احصل لي راتب واني مرتاح وحريتي كل مكان ابي اروح. اي بس بتعاني انه بلا زوج يعني. اي بعد عندها حلو بارد هي على قولتها، يقول لك ولا اصير مملوكه للزوج، وين ما بروح وين ما بجي قال لي لا تطلعين الا بامري، يعني ما اخذ شيء يعني مفهوم الحين. الرفض هذا من المراه الأرملة، وهذا كثير الأرامل اللي يتوفون عنهم زواجهم، الناس تروح لهم، وإحنا قاعدين نشتغل في الحالات الاجتماعية، المرأة لا ترفض الزواج من بعد هذاك الزوج. لماذا؟ أريد أنا أستقل وأريد الحرية. يعني هذا الخطأ اللي موجود عند الأرامل من المرأة نفسها. من المرأة نفسها، يعني مو خطأ المجتمع. لا حتى المجتمع، حتى أهل الأرملة يساعدوا، يريدون أن تتزوج، والله أكو ابن خالك يبغى يتزوج، ليش ما تأخذيني؟ ما ترضى، خصوصا إذا كانت تعمل موظفة، فخلاص تقول أنا أريد الحرية وأريد، لأن هي في بالها أن الزوج يقيد حريتها وتكون هي بدون حرية، وهذا طبعا عكس الحقيقة الإسلامية والدين. أنا أعتقد أن المرأة الأرملة ترفض لسببين، يا أما يكون عندها أطفال وتحب ترعاهم وما تبغى تأخذ زوج، الزوج يقسي عليها، هذا معروف، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الحكومة الرشيدة تدفع للأرامل شو اسمه رواتب شهرية، فاذا تزوجت بتحرم من الجسمه من الراتب، وهي تبغى تستاخذ الراتب وتستانس منه. هذا اهم سببين، غير هذا ما في، والمجتمع ما يرفض ابدا زواج الارمله. هو خجل المراه، اول شيء خجل المراه تتزوج واحد ثاني من اولادها، تخجل من اولادها، والسبب الثاني هو وجود الرواتب الى الارامل، وجود الرواتب هل يخليها ما تتزوج على اساس يقول انا احصل راتب وما اتقيد بزوج، باكر منعني من السفر، ابغى اروح اسافر الاماكن المقدسه، بس عندي حريه اي وقت اللي ابغى اطلع، وما تدري يقول لك كان الزوج ما يرتاح الى اولادي انا يضفهم. الموضوع كلمه واحده مختصره، لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، لو كلهم يمشون بشرع الله اللي الله اسنه ان كان كل الناس في خير. الارمله تتزوج وما ترفض، والأرمل يتزوج، وهذا شرع الله، وما سوى الله شيء إلا لمصلحة الناس كلها.